في وسط كل ده لما النادي الاهلي بيطلب عمر جري طبعا. طبعا بتبقى عارف كمان البطوله مع النادي الاهلي بتبقى مفرحه جدا. يعني انت يعني بجد والله ما بتبقاش عليك الضغط الكبير قوي، انت بتبقى عايز تكسب طبعا البطوله، بس في نفس الوقت انت بتلاقي الرحله في مثلا مشكله طلعت لك. يعني مثلا هقول لك في الاردن يا كابتن اسلام حصلت لنا مشكله ان هم غيروا نوع الكوره اخر لحظه، قرروا ان هم بتفرق نوع الكوره جدا جدا، غيروا نوع الكوره بشكل تام واحنا هناك في البطوله واحنا متمرنين على الكوره القديمه 10 ايام. فدي طبعا مشكله كبيره، وهم يعني اللجنه المنظمه كان في لعيبه بالفعل معسكرين هناك في الاردن، احنا عملنا المعسكر بتاعنا هنا في النادي الاهلي. فبالتالي احنا بقينا اقل الفرق اللي عندها فرصه ان هي تتاقلم على الكوره الجديده. احنا خلاص الماتشات تبدا بكره، فاللي احنا عملناه ان احنا بقينا نحاول نشوف فترات تدريبيه في وسط فترات الراحه ونروح نتدرب والناس مريحه. يعني عايز اقول لك يا كابتن اسلام كان اللعيبه بتيجي تلعب الماتشات وتروح تريح، واحنا نفضل قاعدين في الصاله نتمرن على الكوره الجديده، على الكوره الجديده عشان يبقى عندنا فرصه ان احنا نتاقلم عليها. فاحنا تقريبا اول 3 4 ايام ما ريحناش خالص خالص خالص. وحتى يوم الراحه اللي هم بيدوه ما بين ربع النهائي وبين السيمي فاينال، احنا رحنا النادي الاهلي الوحيد اللي طلب ان هو يتمرن. فدي حاجات الجماهير ما تعرفهاش طبعا، بس احنا عملناها. او طبعا هي قرار ما تبقاش قرار اللعيب، دايما بيبقى قرار كابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن اشرف صبحي مدرب الرجال. ولكن عايز اقول لك مدى الحرص على ادق التفاصيل، ان انت يبقى عندك ميزه بحيث انك انت تبقى انت ليك الاولويه على الخصم ان انت تلعب عليه. حاجه كويسه جدا. التمرين مهم جدا اصلا، خلي بالك، وان انت تتكيف التفاصيل البسيطه دي هي اللي بتخليك بطل عالم او بطل افريقيا او بطل عرب، او وهو ده اللي دايما بيوصل النادي الاهلي، ان هو دايما النادي الاهلي بينظر لهذه الامور. التفصيله الصغيره دي هي اللي بتوصلني ان انا اخد الكاس. صح صح. وزي ما بقول برضو انت بتبقى دايما عايز تكسب عشان في دماغك انك انت هتلاقي استقبال حافل من جماهير النادي الاهلي. بتلاقي كده ما طبعا طبعا طبعا. احنا عندنا احنا كل ما بننزل المطار تلاقي قناه الاهلي في المطار. واحنا مسافرين نفس الكلام، قبل ما نسافر في المعسكر اللي كنا عاملينه صورنا اكتر من مره، والقناه جت شافت التمرين بتاعنا عشان تنقل الكواليس لجماهير النادي الاهلي. الاهتمام ده انت ما بتشوفوش بس غير في الانديه الكبيره بره. يعني لعبت في اكتر من نادي في اكتر من مستوى، لعبت في انديه كبيره ومتوسطه واقل. الحاجات اللي النادي الاهلي بتحصل دي ما بتحصلش بس غير في الانديه التوب. يعني بعد اللي انت شفته ده كله بتصنف اللي بيعمله النادي الاهلي ده، او بتصنف النادي الاهلي في الانديه الكبيره؟ طبعا كبيره قوي كمان. يعني حقيقي الاهتمام، او انت النهارده حتى تعالى شوف الصاله اللي احنا بنلعب فيها في النادي الاهلي في مدينه نصر عامله ازاي. على اعلى مستوى. الارضيات، الطاولات نفسها، الاضاءه، كل الحاجات دي بتديك الفرصه ان انت فعلا تنافس على مستوى عالمي. فعشان كده النهارده لما بتروح تلعب بطوله انديه الافريقيه انت بتبقى مصنف اول كنادي الاهلي. دي حاجه كبيره. وفي نفس الوقت انت بتبقى ممثل لمصر هناك. ربنا بيكرمك وبتفوز باللقب.